للمرة الثامنة أعلنت إسرائيل اغتيال محمد الضيف القائد العسكري لحركة حماس في ضربة جوية دقيقة على منطقة المواصي في خان يونس. قال الجيش الإسرائيلي إنه قضى على الشبح أبرز العقول المدبرة لهجوم 7 أكتوبر. ورغم أن الضربة على المواصي كانت يوم 13 يوليو الماضي، إلا أن الجيش الإسرائيلي أكد في وقت لاحق مقتل الضيف، فيما نفت حركة حماس الرواية الإسرائيلية حتى اللحظة. وأقول للفصائل المقاومة: الرجل الغامض، هكذا وصف الضيف، لا أحد يعرفه، لا أحد يراه، الحذر هو السمة الأساسية له، وأعصابه من فولاذ، كما قال عنه أحد عناصر حماس الذين عملوا تحت قيادته. القائد العسكري لحماس فقد إحدى عينيه في محاولة اغتيال سابقة، فيما ظنت إسرائيل أنه فقد إحدى ساقيه في محاولة أخرى قبل الحصول على صورة تثبت أنه ليس قاعدا. محمد الضيف، أو كما يعرف بأبو خالد، يعد أحد أبرز المطلوبين لدى إسرائيل منذ عقود، كونه الرجل الثاني في حركة حماس الذي أشعل فتيل الحرب في غزة، وكان مسؤولا عن تطوير شبكة الأنفاق وصنع المتفجرات كما تعتبره إسرائيل. وفي ظل المعطيات والشواهد يبقى السؤال المهم: ما مصير محمد الضيف؟ هل نجحت إسرائيل أخيرا في اغتياله؟ أم أن الرجل ذو 9 أرواح أفلت كالعادة؟